السلام عليكم يا احلى متابعين، كدايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال هذا النهار. فهاد النهار ان شاء الله فقت بكري، غادي نمشي لواحد البلاصه انا ورشيده وسامي وخالي. كيف ديما كل ما احتاجيت خالي كيوقف معايا، الله يجازيه كل خير ويطول ليا في عمره. يوم باش نقضي واحد الغراض اللي كنت كنتسناه من شحال هادي، وكنت ديما كندعي الله باش يحقق ليا هاد الحلم اللي كنت كنحلم به. ايوا الحمد لله هنا وصلنا بونوال وصافي، هبطنا باش ناكلو شويه ديال الخبز والسرديل وصافي. مشى خالي عمر لينا اتاي حيت شوينا الجوع وقال لينا صافي نهبطو هنايا نبقاو تناكلو ونتشمشو شوية وعاد نمشيو عاوتاني نكملو الطريق ديالنا. ايوا هذا ما كان، نتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم ونتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو. ايوا هنايا صافي كما قلت لكم رشيدة كتقطع في الخبز هنايا باش دير ليه السرديل، وهنايا نسينا ما ديناش الموس وقضينا الغرض بالمعلقة. وخالي وجب لينا اتاي. ايوا هنايا الصباح، هنايا الصباح ديال الاثنين باش فقنا بكري كما كتشوفوا. وحنا دابا مشينا باش نقضيو داك الغرض اللي قلت لكم. حنا في الطوموبيل دابا مشينا للسبيطار و ما عرفتش كي نوصف لكم هذا الاحساس. واحد الاحساس زوين وخايفه ومتوتره صراحه. قررت باش ندير محاوله باش نشوف واش عندي امل نتعالج ولا ما عنديش. المهم كما كتشوفوا وصلنا واحد المستشفى وسولنا على داك الطبيب اللي مختص بالعمود الفقري والراس، وقال لينا راه ماشي هنايا فاش كاين وصافي. عاوتاني مشينا كنقلبوا على داك الطبيب ايوا صافي. مشينا لواحد المستشفى اخرى وما لقيناش، يتصحب لينا واش هو. دخلنا وبقينا تماك وشدينا النوبه حتى دخلت وقال لي راه انا ماشي داك الطبيب ما مخصش في داك الشيء. وصفتنا لواحد المستشفى اخرى هنايا يعني صافي. ملي دوزت عند داك الطبيب وصافي صفتني لهنايا باش ندير الليريم ديال الراس والنخاع الشوكي. ايوا هنايا صافي دخلنا وهنايا كنتسنى باش يدخلوني باش ندير داك الليريم اللي قالوا ليا. ايوا هنايا صافي، هنايا صافي كما كتشوفوا صافي دخلت، وهنايا رشيدة كتسنى فيا باش نخرج. وصافي ملي خرجت قالوا لينا اني ترى ما ديش يعطلوا النتائج ويخرجوا. وصافي بقينا تماك حتى شدينا حتى خرجوا وشديناهم ومشينا عاوتاني نرجعوا للدار حتى للصباح باش نديهم نرجعوهم لداك الطبيب باش يشوف واش النتائج مزيانه ولا لا. ايوا هنايا في الطريق احنا كما كتشوفوا في الطريق مشينا للدار ايوا حتى الصباح باش نرجعوا عاوتاني نشوفوا داك الطبيب اش قال لينا في داك النتيجه. ايوا هنايا صافي رجعنا قرا داك الليريم والحمد لله قال لي راه مزيان ما عندك حتى مشكل لا في الراس ولا في النخاع الشوكي. في داك اللحظه فاش الرحمن وشفت فيه راه فرحان عرفت واش النتيجه مزيانه. وصافي سولته قلت ليه واش اش كاين، قال لي راه كاين لك كلشي مزيان الحمد لله. وصافي كنا فرحانين. رشيدة بقات كتعنق فيا وكنبكي وانا وياها كتقول الحمد لله ربي ما خيبناش. وهنايا صافي خرج لي ليها الترويض باش نتبع الترويض، قال لي تبعي 20 حصه الا كاين غير شويه ديال التحسن ورجعي باش نعاود لك الترويض ونعطيك الدواء. والحمد لله الحمد لله. في الاول كنا معولين نمشيو لمراكش حتى سول وقلناه لخالي وصافي مشى سول وقالوا ليه راه داك بن علي ما غاديش تلقى فين
تشوفوا راه الناس كيشدوا النوبه على 6 شهور عادي لا شافوه. وصافي سول واحد الراجل قال لي راه كاين واحد في بني ملال راه مزيان راه غادي ينفعكم. وصافي جينا لهنايا. ايوا الحمد لله على كل حال، الحمد لله ربي ما غاديش يخيب حتى واحد. غادي نمشي ان شاء الله باش نتبع الترويض، وربي غادي وربي ما غاديش يخيبني، وغادي تكون النتيجة في داك الترويض، وغادي نستمر وغادي نولي احسن من هكا. وبغيت نشكر خالي ورشيدة ومرت خالي وكاع الناس اللي ساعدوني وكاع الناس اللي وقفوا معايا. ربي يسر ليهم الامور وربي ما يخيبهمش. وكنشكر حتى بنت خالي اللي كنا جالسين عندها ورجلها، الله يجازيهم كل خير، والله يسخر ليهم وليداتهم، الله يكثر ليهم الخير. وصراحة ما عرفت ما نقول، سمحوا لي. الحمد لله على كل حال. وحتى انتم ما كنشكر كاع اي واحد كيشوف القناه ديالنا، واي واحد كيتمنى لينا الخير، واي واحد كيدعي لينا بالخير، واي واحد كيشجعنا. شكرا لكم بزاف بزاف صراحه، الحمد لله على كل حال. وما تنسونيش يا احلى متابعين من الدعاء ديالكم، دعيو معايا باش تكون عندي النتيجه فات الترويض فاش نتبعو تكون ايجابيه ان شاء الله. ايوا دابا غادي نخليكم بهاد المناظر الرائعه والجميله. عين سردون مشينا ليها في العشيه دانا خالي. ايوا هنايا الدو الصراحه وقت زوين، وصراحه واحد البلاصه واعره النيت سعدات الناس ديال بني ملال فاش يكونوا مساليين ولا مقلقين ولا اللي مشى لهاد البلاصه صافي ينسى كل شيء ويبدا يدور هنايا ويتمتع مع راسو. ايوا مزيان، تمنينا لهاد الفيديو الاعجاب ديالكم. إلى الله نشكو بدمع المقل، ننادي بذل خجل. إلى الله نسمو بآه الصدور، ونرقى إليه بضعف الوجل. إلى الله ربي ولي نلبي نمني ونسعى أمل. إلى الله والدمع فينا غزي، والذنب أثقل من قد حمل، والذنب أثقل من قد حمل. إلى الله نرقى بروم القصور، بحال ضعيف وحثو رمل. إلى الله من ذا سوى الله جل، إليه عليه ومن لي أجل. إلى الله عل الإله يجود، ولو كان من ذا العطاء وشل. إلى الله والله ما لي سواه، بذلي وعجزي عليه الأمل، بذلي وعجزي عليه الأمل. إيوا صافي نهضرو عاوتاني شوية معاكم. إيوا كما كتشوفو كان فيا البرد، حيت هنايا كاين فيه الماء وصافي
صافي فيا البرد وعطات لي رشيدة الكبوت ديالها وصافي لبستو ايوا عاد رجع لي الروح. ايوا انا صافي عاوتاني مشينا باش نرجعو حيت صافي درنا تشبعنا الدوران تما. ايوا صراحه زوينه هاد البلاصه وفيه الولوجيات من غير واحد البلاصه نساو قيل ما داروش ليه الولوجيات. ايوا هنايا كما كتشوفوا صافي رجعنا باش نمشيو صافي بدا قرب المغرب يوصل يتودن. ايوا صافي قلنا نرجعوا للدار واخا كاع ما سخيت هاد الاجواء الرائعه ديال عين سردون صراحه واحد البلاصه واعره صراحه عجباتني نيت بزاف فيها واحد فيها المناظر زوينين. ايوا تحيه للناس كاع الناس ديال بني ملال اللي تيشوفوا القناه ديالنا. واش كاينين شي ناس ديال بني ملال تيشاهدوا القناه ديالنا؟ الا كاينين ما تنساوش ديروا لينا شي تعليق تقولوا لي حنا كنشاهدوك من بني ملال. وتحيه لكاع الناس اللي تيشاهدوا قناه زينب والسعديه اوكسي داخل الوطن وخارج الوطن. وكنقول لكم كنتمنى تنال القناه ديالنا الاعجاب ديالكم. شوفوا الفرحه باينه في وجهي حيتاش دوزت واحد النهار صراحه زوين زوين بزاف بزاف كما كتشوفوا راه الفرحه باينه في وجهي. ايوا الحمد لله على كل حال. الى الله ربي وليس سواه نلبي نمني ونسعى امل. الى الله والدمع فينا غزير والذنب اثقل من قد حمل والذنب اثقل من قد حمل. الى الله نرقى بروم القصور بحال ضعيف وحثو رمل. الى الله من ذا سوى الله جل اليه عليه ومن لي اجل. الى الله عل الاله يجود ولو كان من ذا العطاء وشل. الى الله والله ما لي سواه بذلي وعجزي عليه الامل بذلي وعجزي عليه الامل. الى الله ربي وليس سواه نلبي نمني ونسعى امل. الى الله والدمع فينا غزير والذنب اثقل من قد حمل والذنب اثقل من قد حمل. الى الله نرقى بروم القصور. وهذا ما كنتمنى تستمتعوا معايا بهذا الفيديو بهذا الاجواء الرائعه والجميله. وصلنا لنهايه ديال الفيديو. السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. سلامة.